تعالوا نروح لزميل العزيز شريف شعبان عشان يطمنا على مران الاهلي قبل اللقاء المهم جدا والهام جدا مع بيراميدز. زميل العزيز شريف شعبان، اهلا بيك وكل سنه وانت طيب وبخير. اهلا طيب كابتن يوسف، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشجعي قناه الاهلي في كل مكان، ويا رب كده يا رب يكون العيد وش حلو علينا وعلى جميع المصريين كده، ويكون ايامنا كلها سعاده الفتره المقبله. يا رب يا رب. يلا طمنا بقى كالعاده وادينا التفاصيل عن التدريب والمعسكر وقول لنا كل الاخبار اللي عندك. خليني اقول لك ان التمرين كان في السادسه مساء، وكان مصطفى شركي والباقر جهاز طبعا ومدير الكره تشريد الخطيب بنعقدوا جلسه كده مع اللاعبين حوالي 10 12 دقيقه، اتكلموا فيها عن مباراه بيراميدز السبت المقبل، عن اظهار شخصيه البطل من اول دقيقه، استثمار حاله الفوز الرابع على التوالي طبعا بعد الفوز على المقاولين والزمالك وفريق اطلع بره، استثمار حاله الفوز، اللعب من اول دقيقه على الفوز، ويمكن الضغط في يعني اتكلموا في امور كثيره جدا، ويمكن الكلام لقى استحسان كبير من لاعبي النادي الاهلي. يمكن بعد انتهاء هذه المحاضره على طول تمرينات بدنيه ثم شغل تكتيك النهارده مستر سيرتي كان حريص يعملهم. الجديد بقى مستر سيرتي النهارده ان هو اخذ البدلاء والصفقات الجديده وبدا يشتغل بيهم تكتيك زي التشكيل الرئيسي بالظبط علشان خاطر يقدر يطلع دكه بدلاء في مباراه بيراميدز. لفت النظر بعد الصفقات الجديده لفت النظر، بدا الراجل يعتمد عليهم في التمرين، بدا يعتمد عليهم. احمد الشيخ النهارده عمل تمرين ولا اروع، يمكن النهارده لعيب النادي الاهلي كله بيحاول يثبت نفسه علشان خاطر يلاقي ليه مكان في مباراه بيراميدز المقبله. على الجانب الاخر التاهيل المستمر لسعد سمير لمحمد محمود، وكان طبعا حريص الكابتن الكبير نادي النادي الاهلي ومحمود الاهلاويه كابتن الخطيب يكون موجود في جزء من التمرين، يكون موجود ويستفسر عن او يقف مع سعد سمير ومحمد محمود علشان خاطر يطمئن على صحتهم، وقعد معاهم فتره طويله وقف معاهم فتره طويله عشان يطمئن على صحتهم. زي ما قلت لك التاهيل مستمر ليهم هم الاثنين، النهارده معلوم برضه تمرين او كان خفيف هو ورامي ربيعه، بكره يكونوا جاهزين باذن الله. النهارده وليد سليمان بينزل التمرين وبيقدم تمرينه ولا اروع ولا اقوى بنفسه فيها صالح جمعه، يمكن مين اللي هيحجز مكان في المباراه المقبله، ما قفش كمان داخل بقوه في المنافسه. يمكن خليني اقول لك الديفندرات كمان ما شاء الله، يعني النهارده عمل تمرينه كويسه، حمدي فتحي ولا اروع، السليه حدث ولا حرج، عاشور الخبره والاناقه في التمرين النهارده، من الكل بيعلن جاهزيته باذن الله. الشناوي النهارده بطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي، قدم النهارده تمرينه قويه جدا بيعلن جاهزيته لمباراه بيراميدز. علي لطفي بدا بيجري وعمل تمام النهارده ولا اروع ولا اقوى. الصاعدين مصطفى شوبير واحمد طارق حراس الصاعدين في مصر باذن الله النهارده تمرينه قويه جدا، بطمنك باذن الله باذن الله يكون الفوز حلفنا يوم السبت المقبل. النهارده تمرين الاهلي مبشر لسرت السايب صغيره ولا كبيره، كابتن محمد يوسف، الكابتن سامي قمصان، الكابتن الحفيظ، الكل شغال علشان خاطر باذن الله يبقى في انتصارات الفتره المقبله. كابتن اكيد يا كابتن شريف، يعني برضو طمني قول لي اللعيبه عامله حسابها على مباراه بيراميدز، الجهاز الفني اتكلم على اهميه هذه المباراه، على حذر او تحذير اللعيبه من هذه المباراه، يعني سمعنا المباراه بقى ممكن تبقى سهله نسبيا للعيبه، طبعا الكلام ده بقول لك اللي سمعناه، اكيد طبعا الكلام ده مش في النادي الاهلي، وانا عارف لعيبه النادي الاهلي لما بتفكر في مباراه مهمه او بيكون جاي عليها مباراه مهمه بيفكروا فيها ازاي، لكن بنتكلم ان احنا بقى كسبانين والموضوع مش هيبقى صعب، يعني كلمني برضو عن شدة حذر لعيبه من هذه المباراه. كابتن ميدو هو اتفرجوا على المستر لاسيرتي والجهاز اتفرج على مباراه بيراميدز الاخيره، يمكن حذر من خطوره بيراميدز، حذر من الخط الامامي في فريق بيراميدز، ولكن قال لهم لازم تستثمروا الفوز او الفوز المتتالي في المباريات الثلاثه الاخرى، لازم يبان شخصيه البطل. لو نسيت تعليماتي واللي اتعملت في التمرين الفتره الاخيره وبتعمل في التمرين النهارده وبتعمل بكره، لو نفذت التعليمات واظهرت شخصيه البطل هيبقى الفوز يعني سهل جدا وفي متناول يد لاعبي النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير والنادي الاهلي يفوز على اي حد مش في مصر، في العالم العربي كله، في العالم يعني. النادي الاهلي على طول بيفاجئنا بمباريات مع فرقه عالميه وكان بيفوز عليها، او اي فرقه ما تقفش قدام النادي الاهلي. النادي الاهلي لو حب يكسب اي فريق بيكسب اي فريق. النهارده باين في التمرين الثلاثات مركز جدا، اللعيبه مركزه جدا، الكل بيتسابق علشان يحجز مكان في مباراه بيراميدز، الكل عاوز يشارك في هذه المباراه، الكل عاوز يعني بطوله تضاف في بطوله جديده لتاريخ النادي الاهلي وكل كاس مصر. فبطمنك ان لا الدنيا الفتره المقبله مختلفه خالص، مثلثات بالسالب صغيره ولا كبيره، بيتكلم قفشه النهارده بيتالق، ديانج بيتالق، يتولي بيتالق، احمد الشيخ لازم النظر في التمارين
فانا الدنيا مبشره، وباذن الله باذن الله الفوز يكون يوم السبت باذن الله حريف النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. شريف يعني المعسكر الجمعه خلاص اكيد؟ اه باذن الله يوم الجمعه هيسافروا الى برج العرب المبيت ليله مباراه طبعا بيراميدز، ومباراه هتكون يوم السبت الساعه 8 مساء باذن الله يا رب باذن الله. في الان المباراه اللي احنا عايشين فيها باذن الله يكون الانتصار حليف النادي الاهلي. اللعيبة المصابة قبل ما اقفل معاك، سعد سمير ومحمد محمود اخبارها ايه؟ انا يعني عندي خبر ان هم بيوصلوا التأهل او التأهيل. انا مع سعد شوية وسعد بيتكلم قال لك خلال 10 ايام 15 يوم 20 يوم بكتير جدا هيكون، فما انا مش مستعجل. قال لي مش مستعجل، انا ممكن انزل بس مش مستعجل، بنفذ البرنامج بتاع فيرو وتبعت التقارير اول باول لالمانيا، والناس الحالة مطمئنة ما شاء الله، نفس الخشب. محمد محمود بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي، اقل من شهر باذن الله هيكون موجود في الملعب. محمد محمود يمكن اللي يتفرج عليه بمسك ارزك الخشب كام مره، الولد مستعجل ما شاء الله، كل التقارير كل كشف الدكتور اللي بيشتغل باستمرار، الاشاعات اللي بتتعمل له، التستات اللي بتتعمل له ما شاء الله، العمليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله ناجحه بكل المقاييس. اتكلم في شهر، يمكن اقل من شهر باذن الله هتلاقي النادي الاهلي لا يثبت فيه اي اصابات باذن الله. شريف شعبان زميلي العزيز المميز دائما، شكرا جدا على كل هذه التفاصيل.